ايش الطقم هذا؟ كيف؟ ايش الحركات؟ طقمين شايف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، ايش اخباركم؟ مسويين ان شاء الله طيبين. اليوم صورنا برا، عندنا فلوق جولة في الحي. هذه أول مرة مستكشف الحي، شوف الوضع كيف؟ فلوق جولة هنا، الحي جميل صراحة لازم. مستعدين؟ مستعدين الجولة مساعدة. قبل ما نبدأ ألف مبروك، دخلنا على 600,000. كيف 600,000؟ يعني صرنا 3,000,006. رقم جديد، رقم جديد. يبغى له احتفالية. خلها على 4 مليون. 4 مليون؟ 4 مليون. إن شاء الله. إن شاء الله قريب. طبعًا أول شيء راح نبدأ مع موقف سيارة. خلاص هذا صار موقفنا اللي دائمًا هنا. كشخة والله السيارات. كشخة. دائمًا نوقف هنا إحنا ونكمل مشي لما البيت. لأن زي ما قلنا في الفلوق اللي قبل ما في مواقف. فكويس هنا في مواقف عامة نوقف فيها. يلا. المواقف هذه النادي جنبنا نادي. خلنا نشوف. هذا نادي رياضي. طبعًا حاليًا مقفل عشان زود كورونا. حيل شوف يلعبون. الحالة. شوف في مسبح هنا. بس تدري قريت خبر؟ إن هنا إن شاء الله في المدينة في تاريخ 15 مايو بيفتحون كل شيء، بيفتحون الحلاق، المطاعم، المجمعات، يعني أغلب الشيء راح يفتحونها تدريجياً يعني؟ تدريجياً. بس عندي سؤال، مين بيصير يحلق لك؟ الحمد لله، شوف هذه حلاق أمس ربي ستر علي الحمد لله. قلب علي هذا حلق لي ما قصر. كلنا حلقنا امس قلنا عشان صورنا فلوق قبل ما نعيد نصور مره ثانيه. تقول لي ايش رايك في المسبح؟ والله اولمبي وين الزحليقه ما ادري لذا. شوف هناك والله جميل وكبير. تبارك فيها فيصل. ها نشوف بعد 15 يوم اذا يفتحون ولا لا. ما يعرف يسبح. ما اعرف اسبح والله، لا اعرف احسن منه. ما كلنا ما نعرف كذاب. طبعا الحي هذا زي الكمباوند، في شركه مسؤوله عن البيوت هنا، هناك المكتب حقهم، فاي احد يبغى يسكن البيوت هذه يروح يكلم المكتب يقدر يشتري بيت او يستاجره. يبيها مره فلوق فرع الحي بسياك شاكل رمضان ان شاء الله. بس النادي مرتب ترى مره فخم ان شاء الله. فخم صح. طلعنا فوق هنا شوف كلهم نفس البيوت نفس الصفه. واو يا الصوره يا منظر. ايه منظر الجبال اللي ورا جميل ان شاء الله. حاليا ان شاء الله رايحين لمقر جنب البيت، مقر شركه رياضيه، شركه كبيره ومعروفه. مقر الرئيس حقهم هنا اكبر الفروع في العالم. هذيك السياره هناك هذا المقر هنا شوف. طبعا هذا بيتنا هنا ويطلع عليه ورا. هذا مقر شركة نايكي أو زي ما يقول بعض نايك. هو واحد يركض عنده شو الإعلام. طيب لحظة، ليش مقرهم الرئيسي هنا؟ هو صاحب الشركة أصلا من هنا، من ولاية أوريغون. من ولاية أوريغون. ونايكي بدأ من أوريغون من هنا. عشان كذا هذا مقرهم الرئيسي هنا. شوفوا من هناك يبدأ إلى آخر شيء هناك، مربع كامل كله مقرهم. طبعا مو محل يعني، لا مقرهم الشركة. مفتوحة. والله نجرب. والله يلا يلا نجرب. قالوا نمشي مشينا فجأة قرروا يدخلون. ممنوع شوف السب مكتوب. كيف الاوضاع؟ شوف بوابة بعيدة هناك يعني حتى ما يمديك. خلاص انت مصادق صادق. اي والله صادق ما في سبرنت ولا جري ولا شيء. يا رب علم السعودية موجود. في هذا من الكويت. هذاك علم السعودية شوف حصلته. على اليمين. يس This is the headquarters. There's no stores here. Thank you. Thank you. صدق. أنا صادق. عندي الحل في بوابة ثانية. أقول لك أنت ما نقضي هنا في التوقيف. نفطر. إحنا نشوف شارع هذا من بيتنا. هذا هو بيتنا هناك. شوف شكل البيت من برا كيف. واحلى شيء فيه شبابيك الكثيرة. وصلنا الجهة الثانية وإحنا نمشي. نشوفه هنا في ملعب كرة قدم. في مضمار. توقع ده كل شيء رياضية موجودة. في نادي جوا بعد. طبعًا شوف لما آخر شيء هناك. الإشارة حتى مو واضحة اللي هناك البعيدة هناك. كل هذا ملك لنايكي. مخذين مكان مميز. ورايك شوف بين الطبيعة وبين الخضار. هنيهم والله. رجعنا هنا عند حارتنا ونروح عند الشارع اللي ساكنين فيه. اول مره اشوف انفينيتي الجيب هنا. صح نادر مره مضلل بعد حركات شكله من ابو ظبي اتوقع. نفس الستايل. ها ستايل. تحيه لكل اهل ابو ظبي. تحيه. شوف هذه البيوت. طبعا هنا مو ببيتنا بس كله نفس الشيء كذا. صفت بيوت بعدها هنا صفت جراج بعدها صفت بيوت. اول مره اشوف تصميم بيوت زي كذا. ريحه اكل صح؟ سمبوسه. ريحه سمبوسه والله. يقول فطور. اي والله في سعوديين هنا. شو كيف؟ الجهه الثانيه يصير كذا بس كله جراج. بس تصدق قبلها كره سله نلعب؟ والله؟ يوم. خلاص قبل الفطور عندي الباسكتبول. بس شوف لاحظت في بيت كبير بيت صغير بيت كبير بيت صغير مختلف التصميمات. شوف لان مقر نايكي هنا على طول فاسم الشارع نايكي بعد. شوف شوف الحركه شوف الفكره عشان ما ينكب الحب في الارض حط لهم زي مثلا الحاجز هنا فاذا الطيور اكلوا الحب يتجمع الوسخ هنا. الطيور يعني أوكي. حركه حلوه. فخم البيت هذا ما شاء الله تبارك الله. ساطير ها. هي جميله. شوف في صوره بقره فوق هناك. هذه عقاره ثانيه يعرفون ايش السالفه. المقطع الثاني. المقطع الثاني لا مو هذه ملعوبه. لا هي جايه كذا وديتها سبليكس لونها حلو. تعالي 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 تعال تعال كل هنا. ناخذ البيت عندنا يلا. بس الله يعين. طبعا عشان البيت زي ما تشوف دخلات وحوسه فيجي راعي البريد يحطه هنا كل واحد يعرف رقمه وياخذ. اي كل واحد تصرف. الجيران كيه. شو كيسه؟ بعرف العالم ايش. اشوف العالم. تعال خش خش جوا نشوفه. انا اقول دوله اسيويه. هو؟ لا هذاك ابيض هذا اسود. ما عليك. البانيا. عيسى يقول دوله اوروبيه. مدغشقر.
ودقشتن العلم عليه علامة الحقوق شايف؟ تسكن علم دولة صدقني. شيء تجاري؟ شيء تجاري. بنسوي علم أصحاب اثنين. ها عيسى هذا علم أي دولة؟ شمس شموسة. شكله ذاك العلم زي كذا. نفس النظام كلهم بينهم تحدي. الحين خلاص يعتبر طلعنا من الكمباوند، هذا الكمباوند هنا. دخلنا البيوت والحواري العادية. بس شوف فكرة هذا البيت، عشان عنده أطفال قاعد يلعبون سلة هنا، فإيش سوى؟ فحط هذول الصغار عند الباب هنا ومكتوب عليه سلو، بطل. عشان إذا جت سيارة من بعيد ولا شيء، فهمت ينورون في اثنين هنا، يخف السرعة، يكون في أطفال يلعبون. كثير جدا. عندي سؤال. قول. هذه سلاحف نينجا ولا كيف؟ شكله سلاحف نينجا. بالله شوف 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 مسوي سيارته. أشوف؟ حد رايد. تصميم غريب. تمويه يعني ولا ايش؟ حتى هنا شوف كاتبين ايه. مرة تسرع خفف. لأن الطريق سيدة كذا فيجيك الواحد مسرع كذا. شو هاي تمنى تهز عليها؟ بس طلع ممنوع تدري؟ ممنوع. أيوه. من البلدية ممنوع. أيوه. بس شوف لاحظت شيء، البيوت هنا كلها طابق واحد بس، ما في ولا بيت طابقين، شوف. صادق ولا. كلهم طابق واحد. محافظين على بيوتهم، قصين الزرع، مرتبين المكان وصبغينه. لا لا، شغل مرتب. فرق عن الحالة كنا فيها. كان بروكلين؟ بروكلين. الله لا يعيدها يا شيخ. الليلة بسياك للدرون. والله. في بط هنا. بالعافية عليكم. وحط لهم أكل. للحم والله عشان كذا الدائره نفسها بالضبط. وصلنا حاله جراند خلاص. نروح سوبر ماركت عشان نطبخ الجاك. مين بيطبخ؟ طبق بيسوي لنا مطبق. تخيل عيسى بيسوي مطبق. طبق ايش؟ ايش هو مطبق؟ السلام يا عيسى، يعطيك العافيه. ايش يعطيك العافيه؟ شكرا. يلا يلا على سوبر ماركت. يلا يلا سوبر ماركت. يلا يلا دف دف على سوبر ماركت. يلا يلا عيسى يلا. طيب حاليا ان شاء الله منتجين سوبر ماركت. كم ياخذ من هنا ان شاء الله؟ حوالي 3 دقيقه 18 دقيقه. كويس، جنب سوبر ماركت قريب بالضبط. حاليا منتجين هناك بناخذ الاغراض ونرجع مره ثانيه ونبدا فقرتنا. مطبق عند عيسى. السر كيف يكلمون الكلاب؟ اي والله بساميهم كنا واحد من عيالهم. وهنا وصلنا عند مجموعه من المحلات. شو اول محل حصلته؟ ايام كندا. بس باي. بس شوف مكتوب يا روبن تو بيك اب. مسكر ابويا طردونا انا فيصل قبل 3 ايام وبس بيك اب تطلبه من النت. هذا سوبر ماركت قريب من بيتنا. وينكو؟ اهم شيء شباب معكم كمامات؟ موجوده. موجوده. بسم الله. عيسى اتصل البيت. حلو عيسى حلو. كل الامور. ايش اللي نحتاجه؟ بصل، بصل اخضر، طماط، تشيز. حلو. تعرف له؟ تعرف له عيسى خلاص. ما نكثر. ما نكثر بس كرتون واحد. فيصل مو عاجبه يقول البصل هنا مو طبيعي. ايوه. بالعكس انا شوف كيف شوف حجم البصل. كويس تكفينا طول المده. لما العيد. ايوه. شوف عيسى الخضروات كبيرة والشبس صغير. شوف كيف حجمه. بس هذا شبس. ممتاز يعني هذا سوبر ماركت صحي. شوف كيف هذا. صغير. حلو ورخيص يعني يمكن ياخذ كمية كبيرة. الواحد بريال. 33 سنت. عبارة عن خط من الشيخ. اللي هي ياخذ شبس. ايش السالفة يا عيال؟ كالعادة. شوف من هنا الطابور إلى هناك آخر شيء. تونا توقف معاه واحنا نقدم نجيك. والله يوفقك. والله. حط شيء دائما هذا السوبر ماركت زحمة. الحمد لله كذا يكون جا دورنا. سيك وين سيك؟ سيك 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 سيك. قرارنا قليل. شو هذا الجهاز؟ سوي لك نسخة للمفتاح. أي مفتاح تبغاه؟ حط المفتاح هنا وسوي لك نسخة. خاف يروح المفتاح حقنا مع كله. يقول لك إن ون مينت. ون مينت؟ نسلم المفتاح. ستارت. بليز انسرت اند هولد يور كي بلو اس شون. يقول لك حط المفتاح زي كذا. خلاص. Your key is being identified. Please select your desired key. شو هنا الأنواع. ها. لا 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 هذا ايضا فيصل محتار بين الذهبي والاسود. هوم مجانا هذا. يلا تشيك اوت. بليز سيلكت يور ميثود اوف بيمنت. تبغى كاش ولا بطاقه؟ بطاقه. بليز انسرت يور كريدت اور ديبت كارد. غريب اول مره اشوف زي كذا. والله جميل. شوف جهاز خفيف لطيف فكر لك ازمه دل ما تروح محل واقعد انتظر محل مقفل واجي. المفتاح الواحد 7 دولار يعني تقريبا 21 ريال. يقول لك تبغى واحد بدولارين تسويق والله. يقول لك هنا ما نطبع لك الفاتوره، اختار ايميل ولا رساله تجيك عشان نبيعها اعاده تدوير. حلو يكون عند كل مجمع زي كذا. مفتاح مين؟ مفتاح عيسى على البركه. مفتاح البيت. الحين مو تنتظرني وينك تور وتعال. بس عندي سؤال، وش العلامه اللي على المفتاح؟ هذه علامه فريق المدينه هذه؟ اي كره السله. هذه علامة حقتهم. مشجع. مشجع كبير بس والله وقفوه الحين مع كورونا. والله بسرعة. دقيقة واحدة طلع المفتاح الأول. هذا المفتاح اللي جاء هدية. بس والله التسويق عندهم. مرة جميل. شفت لما قالت أبغى المفتاح الرابع؟ دولارين فهمت؟ دولارين. مرة. سوى خصم 80%. شوف المفاتيح هنا داخل. الأكثر طلب علم أمريكا.
وبعد هذا وصل process complete. Please take both your. الله يبارك فيك. كنت هنا. Thank you for using Minute Key. سريع يا أخي. سريع والله. الحمد لله بعد ما حضنا أغراض وكل شيء حاليا رجعين على البيت. يلا يا. يلا تعب. نرجع وعلى طول نبدأ الف في الطبخ. شوف إن شاء الله باخذ سيارة بنفس هذا اللون. هذا اللون. كذا يكون وصلنا على حارتنا. يلا يا ما بقى شيء. ساعة ويدنا. الحين سريع سريع نسويه ما عليك. أطول. اليوم خلي فيصل يجرب المفتاح. مفتاح البيت عند فيصل اليوم. يضبط يا رجل. الله يستر. إيه. نرجع. نرجع. مفتاح. البركة. هم. بسم الله. يلا. وصل يا جماعة. أخيرا. إيه هذا اللي طلبناه. هذا يساعدني كثير في الطبخ. أكيد. أنا ما جربته ولا مرة للأمانة. لكن شفت فيديوهات على اليوتيوب وشفت أشخاص كثير ينصحون فيه. فراح نجربه اليوم لأول مرة. يلا. مفتاح. سكينة المحبة. سكينة المحبة. بسم الله. يا شباب المحترم هذا. الوين. الليل ما شاء الله. هذه قلاية هوائية. توقعت طبخات عليها. أكيد. مرة مريحة ترى. والله هنا الطبخات اللي بيشتغل عليها. يا هلا. أهلين. أهلا صديقنا الجديد. أحد جربها من قبل؟ أيوة أنا جربتها. عندنا في البيت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس الحين نحطها داخل نضغط زر ونتكي. إزهار. يلا بدأنا هنا فيصل يحط سمبوسة في الفرن. عيسى اليوم راح يسوي لنا مطبق بإذن الله. أنا قلت لك بعد الشاورما ترى فيه أشياء ثانية سرية. الثالثة ثابتة أحس. لا ما هي ثالثة. خلاص. مستمر. 20 راح يكون. خلاص. لا راح يكون في مليون مرة. استعجلوا نشوف اليوم. ترى في الفرق اللي راح قال بيسوي معصوب. بيسوي. ما قلت بيسوي معصوب. كلنا قلنا. خلاص معصوب إن شاء الله العيد بإذن الله. يعني تشعلوا وتظبطوا. لا. أظن كمية ما تكفي. طيب عيسى شو تسوي في البداية؟ بصل أخضر قطعنا. حلو. الله يعطيه العافية قال ساعدني أسوي طماطم. حلو. بعدين نضيف بيض. حلو. مع شوية بهارات كمون فلفل وملح ومع جبنة شيدر وأخلط. أخلط. كيف تقطع معك؟ زي العسل. الحين نسوي علامة زائد. نعم أحسنت. هذا مطبق طبعًا. العملية الأولى. العملية الأولى. لازم تكون موزونة بهذا الشكل. طب هذه الحركة ما يسويها إلا واحد. محترف. واحد يعرف المطبق. واحد ما قد سوى مطبق في حياته. وانا اصحاب ثانيه خلي اقول لكم عيسى ما طبخ ولا طبخه الا حق شوربه. فجينا اليوم نشبنا. ايه لازم نسوي. هذه الاولى دم. تدققون يا اخوان. حلو. اذن. 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 تمر يا عيال. تمر تمر مويه بالله. شويه بتاخر الطبخه معليش يا حلوين. عليه. تمر يا فيصل. تفضل. يلا. تفضل. تفضل. قفزات هذه الحركات. بركاتك. هدية من دلتا. طبعا هنا سويت شوربة لكن ما تكلمت لأنه كل فلوق يقولون بس اثنين نسوي شوربة. بس عيسى طالب وطبخة. وعدنا بشاميل. باكر ايه وعدنا بس رمضان بشاميل. بس سهلة بشاميل سويتها قبل ابو شيء صعب. ابو شيء صعب. وش شيء مش حنيني. حنيني حق فيصل. لازم ندرس ذكرنا وقلنا بسوي حنيني ولا اسوي حنيني. وش شيء صعب. شيء صعب. وش شيء مشهور كذا بالخبر. مصابيب. شلون ماستر. هذا كله جاهز ان شاء الله. حلوين. فتاتك الله. طبعا حطينا المرقوق هنا. هنا نشوف المطبق اللي عندنا. لما الحين يبشر بالخير صراحة. حلو. تمام تمام. لازم نقرب الحين. الحين راح نبدأ ونجرب المقلة الهوائية لأول مرة. حط فيه الفايز. بسم الله. حلو. الحين نسأل أصحاب الخبرة. نحط زيت. مفروض ملعقة خفيفة من الزيت. بسم الله. بنحط نقطة من الزيت. بس خلاص كذا يكفي. أشوف إنه كثير. نجرب الأول مرة. كم يبيل الحين شوف. حنا الفرايز 20 دقيقة لا نص ساعة. نحط هنا 40 قصدي. لا ما هاف باك. بعضها تكون كويس شوف هاي الحمرة. هذه انتظار الطبقة الواحدة. إيه شيء هذا اللي على اليسار. إيه شوف. هنا في بطاطس هنا مطبق هناك شوربة وسمبوسة والأشياء خلصت هناك. لحظة انتظار. لا جد لا جد ليش ما تاكل خاص؟ اسمع هذا تباقى. سلامنا والله. ليش ما تاكل خاص؟ هذيك حقتك. يا المنظر يبشر بالخير. حلو. اوه بسم الله الرحمن الرحيم. افتح افتح. السلام. لا لا مقمر. الله. بسم الله بسم الله. هذا صحي يعتبر صح؟ والله صحي والله. لا زيت ولا شيء والله مره حلو. سلام خلاص نعتمدها الحين دائما. خلاص. نطبق راح خلاص. بسم الله. هذا شيء تون. طيب شرب تون. بس ابغى له بس تقمير الجهه هذه. خلاص. يلا. يعني دقيقتين ثلاثه. طبعا حاليا راح يفطر فطور الدفعه الاولى لما يخلص مطبق يخلصون المصر بعدين نكمل الليمون الليمون سر النجاح الليمون الليمون كل واحد ياخذ واحده يذوق يلا يلا فيصل خذ هذه مولع نار مولع نار شيلها منديل خلاص خل باقي
ممتاز لا ممتاز هني والله من الدعاء ممتاز هنعطيك كم من 10 يعني الحمد لله تفضل هناك الحمد لله الحمد لله ها احنا جوعانين يا قاعد قبالي ما تطفر الطوني والله هاتوا مره ثانيه تطلب مني حاجه الحشوه جميله يعني لو غمضت عيوني وكلت نفس نطبق سريع الله ما فرق الطعم بس انا غلطان اطبخ لكم والله انا اسف انا غلطان يا صراحه عيسى لا هني ممتاز جميل اول مره لا والله لا مره اوريك طيب لا استنى بكره ترجع لنا شاورما قلت لك بتضربه قلت لكم ما اسمع كلامي انا ما تقول باكل فرن ولا سيب ولا حرك لا والله باكل صراحه يعني لو في المطبخ ما في الا هي ما باكل هذا كلها انا مو جايبه والله لو قربت منها يا وينك بجيبها الحين جميله جميله احلى جبن ما بحي طعم هذا مسوي خير في ناس ما يستاهلوا احسن يمزح لما قلت صدفه شو نتلحن عليها ما عليه وين عيسى ده؟ بجيب بجيب الباك انا عجبتني اللي ما عجبه كيفه طبعا احنا متفقين عليه يلا بينا انا احبك انا احبك واقدرك حياكم الله حياك الله جعل فرسكم ان شاء الله طيب يا جماعه كذا كم وصلنا لنهايه الفلوق يعطيكم العافيه على المشاهده مزح بسيط مع الشباب بس اقول لكم يا جماعه وقت ما تشوفون هذا الفلوق نزلنا فيديو على القناه الثانيه خلص من المونتاج وكل شيء ورفعته على اليوتيوب شوفوا من فاز التحدي هذا خلاص فيديو ورا فيديو على طول يعطيكم العافيه على المشاهده مره ثانيه وسؤال اليوم يقول ايش الطبخه اللي تعرف تضبطها اكتب تحت الكومنتات احشوا الاجوبه كان معكم ثنيان خالد خليكم دائما فيني وجبين ما تنسون شيء لايكم ابدا والسلام عليكم نروح ناخذ ضيف بسم الله هلا بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالك؟ شو أخبارك؟